فرضا يعني لو كان يقول لك الآن في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبي منه؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن، شعري تقدي تقولي له؟ شعري تقدي تقولي له؟ بحكي له شعر شو صنع، شو شام دين مسلم معه، سؤال أهل دين مسلم معه. سؤالي حمدي، أمرني لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام موجود السلام. إيش كان سوى؟ كان الدمين لو كان موجود؟ مش قادر أقول لك، مش قادر أقول لك صراحة، مش قادر أقول لك صراحة، مش قادر أقول لك صراحة. الناس كلها كانت تحب بعضيها، أقل حاجة الناس كانت تحب بعضيها. أسيب الحاجات دي كلها وأروح أصلي؟ لو الرسول موجود موجود أروح أصلي؟ أنا بصليش، أنا ما بصليش. أكذب عليك ولا بصلي ولا بصليش؟ طب لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك، أمامي؟ أيوه. إيش تقول له في دقيقة؟ يعني أجري تحت رجليه وأبص. تتوقع تقولي له لو قدر لك إنه تجلس معاه لمدة دقيقة لوحدكم؟ نوف، سؤال صعب. لو أتمنى مش جالس. النبي يعني واحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع، لو علي أنا يأخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه، لو علي، لو على حساب. أبوس رجله وأبوس إيديه وأقول له يا راجل عليه الصلاة والسلام، أقول له يا حبيبي يا رسول الله يا محمد عليه الصلاة والسلام. الله، ده انت قلت حاجة جميلة أوي. طيب سؤال الأخير أستاذ محمود، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك، إيش تقول له في دقيقة؟ نفسي يعني، لا صورة صعبة، انت حددت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا صدقني يعني، مهما حاولت ادور على الألفاظ، مهما حاولت ادور على الكلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جواي. مش عارف.